قواعد البيانات، الإدخال والحذف وحفظ النسخة الاحتياطية من قاعدة البيانات واسترجاعها. لدينا قاعدة بيانات بوكس لإدخال بيانات داخل الجدول بوكس، يجب معرفة الحقول ID name publisher price new query insert into box جدول values ID 8 و publisher name محمد و publisher النور من البرايس 200، ثم نغلق القوس. إذا قمنا بتنفيذ الكود كما هو سيكون هناك error invalid column name، لأن البيانات الرقمية لا تحتاج إلى double quotation، إنما الحروف تحتاج إلى double quotation أو الكلمات. مجرد إدخال الكوتيشن ثم الضغط على F5 تم إدخال البيانات. نعمل تشيك سيلكت، المفروض يظهر اهو 8 محمد النور 200. لتطبيق كود الحذف نفس الجدول new query delete from box where id، ممكن نقول اكبر من اصغر من يساوي ما الى ذلك، هنا نقول بيساوي 8 سيميكولن F5. هنا احنا عندنا ايه؟ فين هنا السلكشن؟ هنا عندنا 8، مجرد ما نعمل execute تاني الامر 8 هيكون اتحذف. اذا اردنا تحديث قيمة معينة داخل الجدول مثل تحديث الببلشر للريكورد رقم 8 بدأ من النور ليصبح الازهر، new query update بوكس الجدول، طيب هيعمل ايه؟ نقول له set publisher يساوي، بما ان حروف فبالتالي هنحطها بين double quotation الازهر، where id يساوي 8 ثم السيميكولن ثم F5. وانا بيقول ايه؟ invalid column name. طيب المشكلة هنا في ايه؟ نخليها quotation واحدة بدل double quotation 8. تم التحديث. إذا لو جينا هنا وعملنا هي ما زالت هنا النور، نجي نعمل اكسكيوت للأمر نلاقي هنا بيت الأزهر. ننتقل إلى حفظ النسخة الاحتياطية من قاعدة البيانات، لأن هنا الداتابيس في الأوبشنز هنا تاسك باك اب، الداتابيس اسمها ايه اللي احنا نعملها باك اب؟ بوكس باك اب تايب فول
ولا differential، نختار full، نعمل remove للمسار حفظ، ونضيف destination مكان الحفظ مكان الباكاب. انا عندي الباكاب هنا فولدر في السي اسمه database backup اهو database backup file name books. اوكي كده عندي في database backup file name books. اوكي ثم اوكي the backup of database box complete successfully. اوكي كده انا بقى عندي نسخة احتياطية من الداتابيس دي. طيب نجرب نغير فيها حاجة، نحذف دي مثلا، نحذف الجدول اللي انا احذف. طيب عايز اعمل ريستور لقاعدة البيانات، فهاجي هنا من تاسكس دي باك اب، هنا الريستور داتابيس داتابيس بوكس ديستنيشن، هنا البوكس استرجاع قاعدة البيانات device مكان الحفظ add، احنا حافظينه هنا في database folder اسمه books. اوكي اوكي قاعدة البيانات تظهر البيانات database books database destination restore التاريخ كل البيانات اللي اوكي database books restored successfully. اوكي عشان نتأكد من ان الاسترجاع تم database ندخل books table هنلاقي جدول books رجع. طيب لو كان لسه ما فيش حاجة نعمل refresh تحديث هنلاقي جدول ايه، نتأكد ان بياناتنا كاملة. ممكن select اوكي ماشي، اخر بيان كان الازهر بالظبط 8 محمد الازهر. كده احنا خلصنا حفظ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات واسترجاعها.